البنك الاحتياطي الأمريكي يقرر إبقاء سعر الفائدة دون أي تغيير بين 0.25 و0.50%، إجراء أعلن عقب اجتماع الاحتياطي الأمريكي الذي عقده يوم الأربعاء في ظرف يعرف فيه الاقتصاد الأمريكي نوعا من البطء في النمو كما اتضح في البيانات المخيبة للأمال الصادرة عن وزارة التجارة. رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جانت يلين قالت نهاية الشهر الماضي إن البنك المركزي سيواصل سياسته بالرفع التدريجي لمعدلات الفائدة مع تراجع التحديات، مؤكدة على ثقتها في نمو الاقتصاد الأمريكي. شهر ديسمبر كانون الأول الماضي الاحتياطي الفيدرالي كان قد رفع معدلات سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 10 سنوات.